برنامج بقى له صيت كبير جدا واسع، مش بس في العالم العربي إنما في العالم الإسلامي كله. قد يكون هو البرنامج الوحيد اللي له إنتاج ضخم اللي بيستقطب الأصوات العذبة في مجال الإنشاد والابتهال. والحقيقة إنه المنشدين والمبتهلين في العالم الإسلامي كله بيسرعوا ويتسابقوا عشان يوصلوا ويسجلوا في البرنامج لعلهم يحظوا باللقب منشد العام. البرنامج حلو وجميل وفرصة أنك تسمع وتتسلطن بكلمات روحانية جميلة جدا. الفائز هذا العام في برنامج منشد الشارقة اللي بيذاع على تلفزيون الشارقة هو صوت مصري عذب. الكل كان في حالة احتفاء وحماس للتصويت له، المنشد المصري محمد طارق. جاء وقت اللقب، جاء وقت الإعلان عن النتائج. منشد الشارقة في الدورة 12 المصري محمد طارق. دايما نجاح الشخص في اختياراته وفي افكاره اللي على المسرح اللي بتجيله على المسرح ده النجاح. ما كنتش متخيل ان انا اكون لقب، لا والله والله ابدا. ما شاء الله كلهم روعة يعني، بس يعني كنت بقول يا رب التصويت يكون نصفني واعرف اخد يعني يساعدني ان انا اخد مركز اول ان شاء الله. الجماهير في مصر مستمتعة فرحة بهذا اللقب، المنشدين جميعهم يرفعون اعلام بلادهم. الف مبارك للوطن العربي، هؤلاء النجوم. الف مبارك لمصر العروبة هذا اللقب. الف مبارك لمسرح المجاز. الشارقة والناس هيصوا. اه والله اعلام وهيصة صراحة ما كنتش متخيل، يعني حاسس ان انا كنت في حلم. ايه ده، ايه اللي بيحصل؟ هيصة ومصريين بيشيلوني ده في على مسرح الشارقة. اللي حصل بقى في القرية عندي وفي المركز عندي حاجة تانية خالص. يعني احكي لي بقى انت منين وازاي واهل البلد احتفوا بيك ازاي يا محمد؟ اول ما رجعت انا راجع عادي خالص، مش اي حاجه خالص، اللي هو خلاص كسبت برنامج، كسبت برنامج وخلاص. يعني مش مشكله، انا راجع عادي طبيعي والله خالص. مش في دماغي اي حاجه. فلقيت اخويا بيقول لي محمد يعني ما تحرجش بقى اهل البلد وافرح معاهم. قلت له احمد انت عارفني ان انا ما يعني بتكسف شويه وبتحرك وبلاش بقى الزمامير والهيصه اللي حصل ديت. فقال لي لا 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 معلش عشان خاطر بس انا لقيت البلد كلها طلعت عن بكره ابيها. انتوا ولادكم ايه يا محمد؟ بلدنا بالاس. فالقرية كلها والمركز كله طالع، لقيت بنرات متعلقة. قلت يا جماعة ايه ده اللي بيحصل فيه؟ كنتش صراحة فرح. بس انت مقيم في بلقاس ولا مقيم في حتة تانية؟ انا مقيم في القاهرة. مقيم في القاهرة. يعني انت نزلت من مطار، يعني رحت بلقاس مخصوص عشان اهل القرية. طبعا اسلم بقى على والدي يعني. واسلم على مامتي واهلي الفرحانين ونفسي اشوفهم برضو. قعدت 60 يوم في الشارقة. كان اجهاد وتعب وستريس. فلا لازم انزل. الشارقة جميله ورايقه وربنا يديم عليهم الجمال. ستريس وتعب المسابقه. تفكير كتير في المسابقه. هقول ايه وهعيد ايه. وبقى في اصوات جامده وقويه جداً وعظيمه جداً. ولجنه التحكيم مش هينه. احكي لي عن لجنه التحكيم. لجنه التحكيم من اجمل اللجان اللي شفتها في حياتي. الاستاذ احمد ابو خاطر اللي بنتعلم منه، والاستاذ لطفي بشنق يعني استاذ وكباره. عندنا كمان الاستاذ محمود التهامي. حابب اوجه له شكر عظيم جدا جدا وتحيه كبيره لكل اللي انت بجد. يعني
يستحق بجد لأنه وقف معايا من البداية خالص من قبل منشد الشرقة كمان، فبوجه له أكبر تحية يعني من معكم. أنت يا محمد فهمت يعني في معلومياتي أن أنت بعد ما تخرجت على طول اشتغلت مدرس. يعني كان موضوع الإنشاد والصوت الحلو حاجة هواية، إنما شغلتك الأساسية مدرس. مدرس. مدرس لغة عربية ولا مدرس إيه؟ مدرس لغة عربية. مخارج الألفاظ وال ده ساعدني كتير جدا. أنا بحب اللغة العربية قوي، وكمان حبي للقرآن خلاني لأ أنا لازم أدخل لغة عربية. فدخلت لغة عربية، وكان جنب اللغة العربية كمان تربية إسلامية جامعة المنصورة. وبدأت بقى اللي هو يعني أنا بحب برضو الإنشاد وبحب الغنى، فقلت لأ خليني برضو إيه بجنب الإنشاد وجنب الغنى خليني كمان أدرس، يعني نعمل الاثنين مع بعض. وده حصل فعلا. موهبة صحيح ان هو مدرس لغة عربية. عرفت انه هو في المدرسة كنت طول الوقت بتستغل الاوقات اللطيفة مع الطلبة ان انت تنشد معاهم ويردوا عليك. ده حقيقي فعلا. في التربية العملي قررت ان انا ابدا اعمل، يعني لازم اقول نشيد كده في ختام التربية العملي، خلاص انا خلاص هسيب بقى المدرسة وهسيب خلاص الجامعة، فلازم ابدا بقى اقول ايه انشاد للطلبه واحببهم بقى في الانشاد والكلام ده. فدخلت غنيت معهم قمرا. عايز اقول لحضرتك ان ده اول فيديو السيلف البسيط ده. هو ده يعني ده اول فيديو، ده اللي خلاني في حته تانية خالص، والمتابعين والصحافه والاعلام كله بيتكلم شوفوا المدرس اللي بيحبب الطلبه، شوفوا المدرسه كيوت اللي بيعامل الطلبه ازاي. خلينا نشوف مستر محمد. مستر محمد لما كان في المدرسه قبل منشد الشارقه وقبل اي حاجه، هو مجرد مدرس بس بيستغل موهبته في التقرب والتباسط وتوصيل رساله للاطفال. جريد 5 صغيرين كده كده. خدت خلاص اجازه بقى. اجازه مفتوحه. اجازه بدون مرتب واتكلت على الله ورحت. ايوه. انت عندك كام سنه يا محمد؟ هتديني كام سنه؟ انا ممكن اتخيل ان انت اتخرجت مثلا 21، اضيف لهم كمان 5 سنين 27 سنه مثلا. 27 أكيد اللي بيتفرج على التلفزيون هفتكر إن أنا عارفة المعلومة وبتذاكى، بس لا أنا قدرتها كده يعني قدرتها كده. ده بالظبط 27 سنة. 27 سنة شهر حلو إن يبقى فيه شباب عنده قدر من الوسامة والقبول من الناس، الحمد لله. هو يدخل في مجال الإنشاد والابتهال، الحمد لله. في حاجة تقرب وتحبب الناس في النوعية دي من الغنى. ده اللي بحاول أعمله، بحاول أظهر دايما بالمظهر اللي يليق بمدح المدح النبوي الشريف، كمان تعظيم الله سبحانه وتعالى والابتهالات بشكل معاصر، بشكل الناس كلها تتقبله، العالم كله يتقبله. كمان
في مسلمين في جميع أنحاء العالم، فالموضوع لازم يبقى ليك شكل وسمت معين الناس كلها تتقبله. هات السمعنا إيه دلوقتي يا محمد؟ نستهل نستهل بحاجة مصرية كده، يا إمام الرسل. يا إمام الرسل. يا إمام الرسل. قبل ما تبتدي بقول لي مين أكتر المنشدين المصريين اللي بتحبهم؟ قبل كده؟ القدام يعني. الشيخ النقشبندي طبعًا. معجزة ده الوقت. بالنسبة لي يعني بتعلم منه كل حاجة. الشيخ النقشبندي، الشيخ محمد عمران، الشيخ علي محمود، الشيخ طه الفشني، الناس دي كلها يعني ربنا يرحمهم ويحسن إليهم. هنسمعك دلوقتي في أول جزء هتغني فيه يا محمد. حبيب النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي القعدة حلوة والنبي عند النبي حد عني عني يا إلهي الكل عني عني من العباد ما حد عني عني يا نصيري يا إلهي يا مجيري انت والنبي انا حبيبي حبيب النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي القعده حلوه والنبي عند النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي
النبي لاجل 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 النبي تكرم صلاة على النبي لاجل لاجل النبي تقبل صلاتنا كلنا على النبي. احنا في اجواء الاسراء والمعراج مع اذاعه الحلقه دي، اجواء مليانه روحانيات، مليانه تذكر، مليانه تسامي كتسامي البراق الى السماوات. وجود الحلقه دي ومكسب محمد وجوده معانا يخلينا ندخل في اجواء الاسراء والمعراج بشكل كده مريح الحمد لله في ظل الام واوجاع كثيره. ده حقيقي. محمد منشد الشارقة، قول لي أكتر حاجة لما أنت ابتديت تقولها في المسابقة لفتت ليك الانتباه. في البداية أكيد كلكم كنتوا في تقارب بينكم وبين بعض. أول حاجة حسيت أنه أنت أثرت لجنة التحكيم. أثرت لجنة التحكيم بحاجة للنقشبندي، يعني النقشبندي علامة مميزة في تاريخ الإنشاد، علامة بس صعب جدا. كل واحد عايز يغني للنقشبندي على فكرة بيحط نفسه في ورطة. ده حقيقي، هو سلاح ذو حدين. لإما تكون قدها لإما خلاص هتطلع بره اللعبة خالص. فالنقشبندي حدش يعني الطبقات الصوتية بتاعته ما شاء الله، المقامات الصوتية كمان اللي بيتنقل فيها في نفس واحد، ده حاجة يعني مرعبة، حاجة صعبة ما شاء الله يعني. وكمان مولاي للنقشبندي اللي موجودة معانا وعايشة معانا، الصغير والكبير بيحبها. فيعني النقشبندي علامة ما تتنسيش. يعني انت غنيت مولاي؟ غنيت حاجة للنقشبندي، ميلاده طه. ميلاده طه. ده كانت حاجة مميزة جدا، وهي اللي خلت اللجنة تتفاعل معايا جدا الحمد لله. طب بص يا محمد، أعتقد أنه خصوصية كل دولة إسلامية في الإنشاد والابتهال والمديح والذكر ده شيء إيجابي مش سلبي. هم ساعات في بعض المتشددين بيعيبوا على بعض الطرق في الذكر، يقولك المصريين عندهم رتم جامد جدا وبيدخلوا إيقاعات عشان دي طبيعة المصريين. ده حقيقي. فبالعكس أتمنى أن أنت محمد تكمل مشوار ناس كتيرة جدا تقول إنشاد جميل وابتهالات بطريقتنا المصرية الحلوة العذبة الممتدة من 1400 سنة. ده حقيقي. ده حقيقي. عشان كده مبسوطة أن أنت بتعمل جامد. الحمد لله. سمعنا بقى ميلاد طه وأنت قاعد حتى من غير فرقة. ميلاد طه صلوات الله وسلامه عليه، أكرم الأعياد وبشير كل الخير والإسعاد. ميلاد طه، ميلاد طه، الحمد لله. لا لا، انا لو بنجل التحكيم كنت كسبتك من الاول على طول. انا متأكدة ان كان في اصوات كتيرة حلوة. مين اللي كنت قلقان منه لانه صوته بجد حلو في المسابقة؟ صراحة الاركان القيسي من العراق، وكمان عبد المجيد وريقات من فلسطين، ومن ابراهيم انهض من المغرب. اكيد كلهم اصوات جميلة. وسوريا حسن الجلب، كلهم عندهم تراث عظيم. وعلي النوبي من الامارات، كلهم صراحة والله أصعب. عايز أقول حاجة، من أصعب السنين اللي مرت على منشد الشارقة. حتى كمان الناس اللي شغالين في منشد الشارقة بيقولوا والله كل سنة
بنبقى عارفين مين هو الاول ومين الثاني. السنه دي والله محتارين محتارين فعلا، كانت يعني من اصعب السنين اللي مرت في حياه منشد الشارقه. وقالوا لنا كلمه كده اللي هو اللي هياخد المركز الاول ده كانه خدها من بق الاسد بالظبط، وده اللي حصل. طيب خليني اوجه تحيه من القلب مليانه حب طبعاً. لكل اللي ذكرهم محمد، المتنافس العراقي والسوري والاماراتي ولكل الاطفال وان شاء الله ان شاء الله نتواصل مع تلفزيون الشارقة، وممكن نعمل حلقة مجمعة فيها كل الأصوات الحلوة اللي تمتعونا إن شاء الله، تكونوا ضيوف كرماء علينا لصوتكم الجميل. طيب خلينا بقى إيه نستمتع كده بصوتك العذب في حاجات بنسمعها بشكل دوري ويومي، يعني سمعنا تكبيرات العيد، سمعنا الأذان، سمعنا حاجات كده إيه عشان بعد الحلقة نقطعها ونحطها على موبايلاتنا وكده يعني. نبدأ بالأذان الأول. هتعمله بطريقة مين؟ الشيخ النقشبندي يعني، او الطريقه المصريه، خلينا في الطريقه المصريه. الطريقه المصريه اوكي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله 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 عليك يا محمد. الحمد لله. روح يا شيخ ربنا يفتح عليك. شكرا. روح يا شيخ يا رب اسمع يرفع الاذان بصوتك كل ما افتح الراديو ولا التلفزيون. امنيه امنيه يا رب يا رب يا رب. من امنيات حياتي اللي هو دايما اتمناها يا رب ابقى مؤذن كده وامام مسجد، كانت حلم حلم ان شاء الله ان شاء الله. اللي فات كان اصعب، اللي جاي باذن الله هيبقى ان شاء الله اسهل. اللي هيفتح الابواب هو صوتك وموهبتك وقبولك عند الحمد الناس. لله ان شاء الله يبقى صوتك موجود في الاذاعات وفي التلفزيون يا رب ان شاء الله في اقرب فرصه باذن الله. تكبيرات العيد بقى. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الله 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 أحلى كلام وأحلى روحانيات وإحنا في أجواء الإسراء والمعراج كل عام وأنتم بخير بعد الفاصل هنرجع للمنشد محمد طارق محمد انت كنت بتقول انه في كتير من المنشدين حافظين طرق الانشاد المصريه وده حقيقي انا قابلت منشدين من اسيا ومن افريقيا بيغنوا لاسماء عظيمه من المنشدين بس ما يمنعش ان العكس ممكن يبقى صحيح طبعا يعني ليه احنا ما يبقاش عندنا منشد عربي مصري بيغني ابتهالات واناشيد بلغات اخرى لدول اسلاميه العالم الاسلامي بيتحدث باكثر من لغه مش بس اللغه العربيه ده حقيقي. جربت انت تدخل في اللغات لفئات او لمسلمين ما بيتكلموش عربي ده فعلا حصل بس حصل لما لقيتهم متابعين ومنتظرين مني منتظرين مني اغاني واناشيد جديده فاللي هو طب ما اجرب كده نقول ننشد اردو باللغه الهندي والباكستاني اردو ننشد باللغه الاندونيسيه وان شاء الله قريب جدا هيبقى فيه روسي وهيبقى فيه كمان انجليزي ونبدا على طول الموضوع ليه ملايه الموضوع ينتشر اكتر فكان حافز كبير ان هم كمان عملوا لي دعوات محمد تعال عندنا حفلات تعال حيها في اندونيسيا فلما رحت اول مره ما غنيتش اندونيسي خالص ما غنيتش اندونيسي فده في اندونيسيا اول مره فلقيت لا انا محتاج ان انا اتواصل مع الناس دي محتاج لغه التواصل بعدين كمان احنا بنحب دايما لما نلاقي حد من بره مصر هو اصلا مش مصري او مش عربي وبينشد او بيغني او بيتكلم معانا عربي مكسر مصري مكسر احنا بنحب وبنموت في في التقطيع اللي بيعملها ديت لا حلوه فهم الحمد لله انا لما رحت هناك حبوا مني اللغه وكمان اجدتها بشكل كويس الحمد لله ايه ده فعلا الحمد لله لا مش يعني اجدت على قد مثلا انشوده اجدت الانشوده وبعض الكلمات اللي هو ابا كبار الكلام اللي هو التعارف لازم على المسرح يبقى فيه تعارف التحيه سما مثلا اللي هو الكلام اللي هو حيوا معايا قولوا معايا الكلام واللي هيسمع لك ابتهال او اغنيه بلغته ممكن تبقى اغنيه واحده بس هو بعد كده هيقلب على كل اغانيك العربي يعني هي حتى نوع من الاستقطاب لمحبه الاناشيد العربيه هم بيحفظوا كمان الانشاد العربي طيب ما عنديش تخيل الابتهال بالاردو هيبقى عامل ازاي او بالاندونيسي انت اشرح لي او فاجئني يعني لازم تغني لي دلوقتي بلغه تانية بس اشرح لي هل هي اغنيه اصلا موجوده وانت حفظتها في في اغنيه لحن كان موجود بس ما اتعملش باللغه الاندونيسيه فانا كلمت حد يعني كاتب شاطر قوي قلت له انا عايز كلام اندونيسي على اللحن ده فكتب لي ونفذنا عمل حلو جدا هينزل ان شاء الله خلال اسبوع باذن الله ان شاء الله ان شاء الله حصر. المعنى ايه مناجاة لله سبحانه وتعالى سمعنا بالاندونيسي الشكل بتاعه أوكي. حته صغيره كده يلا Kudu ga abayan ku
sa terbasong ko di dalam duka terbalong ko dalam dosa ya Rab layak aku diambungkan tersungkur dalam dahinakan صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة
أزح الغمة وصلوا علي شافيع الأمة بذكر الرسول بشحاب الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة صلوا على الهادي البشير حبيبي البدر المنير شفيعي عند القدير صلوا عليه صلوا بأحلى الكلام رسولي خير الختام حبيبي بدر التمام صلوا عليه صلوا على الهادي البشير حبيبي البدر المنير شفيعي عند القدير صلوا عليه صلوا بأحلى الكلام صلوا على بدر التمام حبيبي خير الختام صلوا عليه صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة السلام عليك يا محمد طارق عايز اسمع اغنيتك الخاصه بيك الجديده لعلي اراك لعلي اراك دي اغنيه بتاعه محمد طارق حابب اقول في البدايه حابب اشكرك واوجه لك اكبر تحيه على الدعوه الدعوه الجميله النهارده وكلامك الجميل وده شرف كبير ليا ان انا مع حضرتك النهارده احنا اللي اتشرفنا يا محمد محمد طارق المنشد اللي هو مستقبل كبير قوي ان شاء الله
لعلي أزور أنال السرور وقلبي مجبور برؤيا الرسول لعلي أزور أنال السرور وقلبي مجبور برؤيا الرسول جميل ما له ثاني بأخلاق وإحسان وحزب قربه فضل ورد الحب عرفان جميل ما له ثاني بأخلاق وإحسان وحزب قربه فضل ورد الحب عرفان جميل ما له ثاني بأخلاق وإحسان وحز بقربه فضل ورد الحب عرفان. محمد طارق المنتج اللي اسمه بإذن الله هيملأ الأصداء قريبا لأنه صوت عذب وحلو وشاب يخلينا نطرب ونستمتع بأغاني لها علاقة بالذكر لها علاقة بالمديح أجواء روحانية أضاف لها صوت محمد طارق اللي هنحفظ اسمه كويس.